إن شاء الله جميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ولا نمل ولا نسلو صحبة آل البيت، فنستمر في نظري فيما رواه سيدنا الحسين رضي الله عنه. قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الإمام أحمد شكون ابن ماجه وبيهقي عن سيدنا الحسين علي رضي الله عنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. هذا كلام نفيس. الله عز وجل إذا أصاب العبد مصيبة يأجره عليها كم مرة؟ دائما أصابت العبد أو الأمة مصيبة الله تعالى يأجره عليها كم مرة؟ دائما بشرط. يعني إنسان صبته شي مصيبة، مرض ولا مات ليه شي واحد ولا وقع له لي مصيبة في المال ولا في الولد ولا في النفس ولا في الجسم ولا في المعنى، إذا صبر فإن الله تعالى يثيبه. وكلما تذكر مصيبته كلما تذكرها يجدد لها ذكرا ويحمد الله: يا ربي لك الحمد، وقعت لي هذه المصيبة هذه ونجيتني منها، فيحمد الله فيجدد الله له ثوابا جديدا. انظروا إلى كرم الكريم سبحانه وتعالى، كرم الله سبحانه وتعالى كبير. فهمنا الموضوع؟ كلما جددنا واسترجعنا إلى ويجدد الله لنا خيرا. ثم حديث آخر وتكون فيه النهاية إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: للسائل حق ولو جاء على فرس، للسائل حق ولو جاء على فرس. هذا سيدنا الحسين بن علي، شو كيحفظوا غير الاحاديث صغيره لطيفه لعمر المنى. للسائل حق ولو جاء على فرس. ثم حادثه اخرى وقعت بين سيدنا الحسن وبين سيدنا الحسين، تذكرون ولا شك الحكمة العملية التي كانت برزت من هذين الصبيين رضي الله عنهما. عندما كان رجل شيخ لا يحسن الوضوء، رجل كبير ما كيعرفش يتوضا، وجا سيدنا الحسن والحسين شافوه ما كيعرفش يتوضا، ورجل كبير واش يجي يقول له با شيباني انت مفلس ما تعرف والو كبير وما تعرفش تضاش هذه المصيبه هذه. بعض الناس هكا دايرين، بعض الناس ما كيعرفوش اللطف، واللطف من بيت النبوه كاين، كنعرفوا هذه القصه هذه. اشنو داروا سيدي الحسن والحسين؟ قالوا له: يا عمي حنا دراري صغار وما كنعرفوش نتوضاو، عافاك الله يجازيك بخير، يشوف واش خويا هذا اللي كيتوضا مزيان ولا انا. ايوا يلاه قال لهم زيدوا يلاه تتوضاو. جا سيدنا الحسن تضى مزيان، جا سيدنا الحسين تضى مزيان، والاخر يفهم شيباني يفهم، قال: انا عمكم ما كيعرفش تضى، انا اللي جاهل، علمتوني جزاكم الله عنا بخير. فهذه الحكمه ديالهم، هذه واحد حكمه اخرى بحال هذه. جاء رجل الى سيدنا الحسين رضي الله عنه فساله ان يذهب معه في حاجه. جاء رجل إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه وعن سيدنا الحسين بن علي عنهما فسأله أن يذهب معه في حاجة. معناه أن يذهب معه في حاجة. قال له: تمشي قضي لي شي غرض، يوقف مع عند شي ظالم ولا
يتوصل له شي وسيله ولا يمشي يخطب له بيت زواج ولا اي حاجه، اي حاجه من الحسد. فساله اذا معه الى حاجه فقال اني معتكف. قالوا انا في الاعتكاف مسالي لك شيء. اعتكاف مزيان ولا مزيانش؟ الاعتكاف مزيان، كاس كيذكر الله وكيصلي مزيان هادشي، ولكن واش كاين احسن منه ولا ما كاين احسن منه؟ غادي نجوك كاش خو علمو كيفاش الاخ ديالو سيدي الحسن علمو. فقال انني معتكف. فاتى الحسن رضي الله عنه فاخبر، فاتى الحسن هذاك الرجل جاء عند سيدنا الحسن فاخبره فقال لو مشى معك لكان خيرا له من اعتكافه، لو مشى معك لكان خيرا له من اعتكافه. لو كان مشى معك في قضاء الحاجة خير له من الاعتكاف. علاش؟ لأن الاعتكاف فيه بين عبادة بين العبد وربه، ولكن الإحسان إلى الناس أكثر أحسن. والله يقول سيدنا حسن والله لأن أمشي معك في حاجة خير لي، لأن أمشي معك في حاجة خير لي من أن أعتكف شهرا. هذا رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله. هو هذه غادي نكملوا بها، وجميلة وفيها الشعر وفيها وفيها كل شيء. هذا الوصف ديال سيدنا الحسن رضي الله عنه. كيف كان هذا سيدنا الحسن؟ هو كيسول على الأوصاف ديال جدو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيسول شكون؟ كيسول سيدنا هند بن أبي هالة، وسيدنا الحسين كيسول الإمام علي. هادشي تقراوها إن شاء الله. كيف كان سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ كان عاقلا حليما، كان عاقلا حليما محبا للخير فصيحا، كان عاقلا حليما محبا للخير فصيحا، من أحسن الناس منطقا وبديهة، محبا للخير فصيحا، من أحسن الناس منطقا وبديهة. حج 20 حجة ماشيا، حج 20 حجة ماشيا. شحال هي 20 حجة؟ من المدينة من وراء اللي كان فيها يساكي إلى مكة شحال؟ 500. شكون الحجاج فيكم الحجاج هنا؟ شكون اللي حجوا من الإخوان؟ تبارك الله. سيدي حسن نحييك ونسلم عليك، جزاك الله بخير. شكون اللي حج من الاخوات؟ ايوا مشيتو حجيتو في السياره وفي الطوموبيله وفي الكار، يا ما تحسوا بالمسافه بين المدينه وبين مكه. حجه ماشيا 500 كيلومتر مشي، 500 كيلومتر 20 مره، يعني رجل عابد. وكان ومع ذلك يقول لا نقضي حاجة الناس خير لي من أن أعتكف شهرا. لذلك عندما اجتمع عليه المسلمون بعد اغتيال الإمام علي رضي الله عنه، ماذا فعل؟ وجد أن الأمة في فتنة، وأن الأمة سيفضي بها الأمر إلى القتال. ماذا فعل؟ جاء إلى معاوية قال أنت تريد الحكم فأنا أعطيك الحكم، سلمت لك في الدنيا الله يهنيك بها. فقال له الناس، شي ناس قالوا له يا عار الأمة، قالوا له أنت عار ديال الأمة، كيفاش مشيتي وتنازلتي لمعاوية وانهزمتي قدامه وما فيك فائدة؟ هذا من الأذى. وكان حليما رضي الله عنه. شنو جاوبهم اسيدي؟ تعرف شنو جاوبهم؟ لا. فقال شعرا، جاوبهم شعرا. شنو قال لهم؟ لما
تنازل معاوية بن أبي سفيان على الملك على الخلافة، الخلافة ديالو هو والملك ديال معاوية. أشنو قالوا له؟ أنت عار الأمة. أشنو قال له؟ الموت خير من ركوب العاري، الموت خير من ركوب العاري، والعار خير من دخول النار. والنار والنار خير والعار خير من دخول النار، والله من هذا وهذا جاري، والله من هذا وهذا جاري، يعني يستجير بالله من النار ومن العار. هذا سيدنا علي يم الحسن وسيدنا يم الحسين. أنا أملي عليكم شعرا للإمام الشافعي رضي الله عنه في أهل البيت. الإمام الشافعي كان ينظم شعرا جميلا، يقول: إذا في مجلس ذكروا عليا، إذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه، وسبطيه من هما سبطاه؟ وسبطيه وفاطمة الزكية، وسبطيه وفاطمة الزكية، فأجرى بعضهم ذكرى سواهم، فأجرى بعضهم ذكرى سواهم، فأيقن فأجرى بعضهم ذكرى سواهم، فأيقن أنها للسلقفية، فأيقن أنها للسلقفية. إذا ذكروا عليا أو بنيه تشاغل بالروايات الدنية، إذا ذكروا عليا أو بنيه تشاغل، يعني هذا اللي ما كيبغي سيدنا علي، بالروايات الدنية، وقال: تجاوزوا يا قوم عنه، وقال: تجاوزوا يا قوم عنه، يعني خلوا لنا الهضرة، ما تكلموناش في هذا الموضوع. هادو كيتسموا شكون اللي يعاونني؟ هادو اللي كيكرهوا أهل البيت يسمونا لا لا بالعكس، نواصب، النواصب. شنو النواصب؟ ينصبون العداء لأهل البيت. فإذا هو هذا اللي كيتكلم عليهم. نرجعوا للأبيات إن شاء الله. تشاغل بالرواية الدنيا، تشاغل بالرواية الدنيا، وقال: تجاوزوا يا قوم عنه، فهذا من حديث الرافضية، يعني الحديث عن علي وبني علي هذا كيدير غير الرافض، فهذا من حديث الرافضية. ويخيل لبعضهم أننا أهل السنة عندما لا نكثر من محبة أهل البيت ومن إفصاح عن محبة علي وبنيه أننا لا نحبهم، حاشا لله، حاشا لله. من لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فهو محروم، محروم، ياك. فهذا من حديث الرافضية. يقول للتحرير للتأكيد على المسألة، يقول يا الشافعي: برئت إلى المهيمن، برئت إلى المهيمن من أناس، برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفض حب الفاطمية، يرون الرفض حب الفاطمية. ويختم بقوله رضي الله عنه: على آل الرسول صلاة ربي، صلاة وعلى آل الرسول صلاة ربي، ولعنته لتلك الجاهلية. إذا في مجلس ذكروا عليا وسبطيه وفاطمة الزكية فأجرى بعضهم ذكرى سواهم، معنى إذا تحدث بعضهم عن غير علي وفاطمة، معنى هذا هذه راه كاين واحد الحاجة، واحد الحاجة سياسية. شنو يتكلموا على معاوية وعلى
الامويين والخلافه العباسيه ياك وهذو كلهم ملوك ظلمه. والناس كيقولوا لا ما تكلمش على الخلافه الامويه، هما اللي داروا فعلوا تركوا الفتوحات، ولكن ملوك ماشي خلافه. العباسيين هما المجد ديالنا وداروا بغداد وداروا فعلوا هارون الرشيد، ملوك داروا خير ولكن ملوك. باش داروا الخير؟ داروه باش بما اتاهم من بتلك النفخه او تلك النفحه العلويه من الصحابة رضي الله عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديك القوة الإيمانية اللي كانت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة بقات سارية في التابعين. وبقات يالله يالله وبقى الأمويين استغلوها، لأنه الأمويين ملوك ولكن شكون اللي قاد الجيوش وشكون اللي كاين وشكون؟ ناس مؤمنون كذلك في الـ في الـ في العباسيين كذلك. وبقى هذه النفحة النبوية ديال الإيمان بقات يالله يالله كتقل حتى وصلنا عندنا وصلنا غوثاء كغوثاء السيل، ذاك الإيمان مشى. فأجرى بعضهم ذكرى سواهم فأيقن أنها لس القافية، فأيقن أنها لس القافية. الكلمة ديال لس القافية ما عرفتهاش، ولكن المعنى ديال 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 السياق أنهم يلقفون كيلقفوا يعني كي كيسرقوا المجالس ويسرقوا العواطف ديال الناس. فأيقن أنها سرقة فيها. إذا ذكروا عليا أو بنيه تشاغل أنت تشاغل هو ذاك اللي كي العدو ديال سيدنا علي، تشاغل بالروايات الدنية كلام الخوي، يتكلم على الملوك وعلى كذا ويقول لهم راهم خلفاء. وقال تجاوزوا يا قوم عنه، خلونا من كلام علي وكلام البيت. فهذا من حديث الرافدية، برئت إلى المهيمن من أناس يرون الرفضة حب الفاطمية يعتقدون على آل الرسول صلوات ربي ولعنته لتلك الجاهلية.